أطلقت المملكة العربية السعودية جسرا جويا إغاثيا إلى لبنان لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية العاجلة إلى المتضررين من الحرب. من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ينضم إلي مراسل الحدث عبد المحسن الحربي. عبد المحسن مرحبا بك من جديد، صباح الخير. هل نحن أمام الطائرة الثانية وكيف هي الخطة ربما بعد الوصول على الأرض وتقييم الحاجيات إن كان من حيث الكم، كمية ما يحتاجه بالفعل الناس هناك، والكيف أيضا الضرورة الملحة ماذا بالضبط تطلب يعني من مساعدات؟ صباح الخير سعد. بالفعل هذه الطائرة هي الطائرة الثانية التي تستعد للإقلاع خلال الساعة ونصف القادمة، ما إن يتم الانتهاء من تحميل هذه المساعدات الإنسانية المختلفة التي تم التركيز فيها على ثلاث قطاعات رئيسية، نتحدث عن الأمن الغذائي والقطاع الطبي وكذلك قطاع اللواء والنازحين. وكما نشاهد في الصورة هذه هي الدراسة الأولى التي تم دراسة الاحتياج بها وتوفير المساعدات التي يحتاجها الناس هنالك مباشرة. الاستجابة العاجلة بحسب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تطلبت التركيز على هذه الثلاثة قطاعات الرئيسية. لذلك نشاهد أن كافة المساعدات ركزت على سد الاحتياج في هذه القطاعات. وكما شاهدنا قبل قليل هذه هي المساعدات المختصة بقطاع الإيواء والنازحين. هذه هي الحقائب محملة أو تحتوي على كافة الاحتياجات التي يحتاجها النازحون، وهي يتم تحميلها الآن في هذه الطائرة رقم 2 الذاهبة إلى مطار رفيق الحريري في بيروت. هذه الطائرة التي تحمل على متنها قرابة 30 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية، وتستعد في حال الانتهاء من تحميل هذه المساعدات للانطلاق مباشرة عبر هذا الجسر الجوي الذي تم إطلاقه يوم الأمس. نعم عبد المحسن، يعني هذا الروتين سيكون بمعدل طائرة يوميا أم هذا خاضع أيضا لإمكانية أكثر من طائرة في اليوم؟ نحن نتحدث سعد عن جسر جوي مفتوح، ليس هنالك أرقام محددة لعدد الطائرات. ربما يعني شاهدنا خلال الجسر الجوي الإغاثي الذي تم إطلاقه من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمتضرري زلزال سوريا وتركيا استمر لعدة أشهر، والتأكيد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن هذا الجسر سيستمر مدام هنالك حاجة للمساعدات بداخل لبنان في مختلف المواقع المتضررة من الحرب. فنحن لا نتحدث عن رقم معين، نتحدث عن ربما أسابيع أو حتى أشهر من إرسال هذه المساعدات. هذه الطائرة رقم 2 ومتوقع بحسب السفير السعودي في لبنان بأن يتم إرسال خلال الأيام القليلة القادمة قرابة 350 طنا من المساعدات. لكن مسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكدوا بأن هذا الجسر مستمر مدام هنالك حاجة، وأيضا دراسة التغيرات في الحاجيات هنالك في والحاجيات الطارئة هنالك في لبنان جراء الحرب من في كافة القطاعات. تحدث عن القطاع الطبي والقطاع الغذائي وكذلك قطاع الإيواء والنازحين وكافة القطاعات الأخرى، إن هذه الطائرات واستمراريتها وديمومتها تضمن إرسال المساعدات إرسال الحاجيات المتغيرة بحسب المركز وبحسب ما يتطلبه الوضع هنالك بخلال تقييم هذا الوضع من خلال مسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمتطوعين الذين ذهبوا عبر الطائرة الأولى يوم الأمس، وأيضا بخلال مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هنالك في بيروت بتعاون بطبيعة الحال مع السفارة السعودية في بيروت وأيضا مع حكومة تصريف الأعمال هنالك في لبنان، بالإضافة إلى القطاع المنظمات العاملة هنالك. كل هذا يتم بالتعاون كبير ل هنا أختم معك، يعني عمليا هل تم الاتفاق مع متعاقدين هنالك على الأرض من المنظمات الخيرية أم هذا سيكون مهمة الحكومة الرسمية الدولة الرسمية في لبنان؟
بالأمس وصل الفريق الأول من مسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسيكون التوزيع بإشراف مركز مسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون بطبيعة الحال مع هذه الجهات التي ذكرتها قبل قليل، حكومة تصريف الأعمال في لبنان وكافة القطاعات الأخرى التي تعمل هنالك في قطاع الإغاثة هنالك في لبنان. فبالتالي العملية تتم بتعاون كامل بين قطاعات مختلفة تعمل في القطاع الإنساني هنالك وقطاع الاستجابة العاجلة لسد الاحتياج في المساعدات ولمساعدة المتضررين جراء هذه الحرب. نعم، والتوزيع فوري أم هنالك مواقع ومخازن مؤقتة إلى ريف ما تكون هنالك دراسات أو قوائم للتوزيع؟ في الحقيقة سعد، كان هناك تأكيدات على أن التوزيع سيتم بشكل فوري من قبل مسؤولي مركز الملك سلمان، لذلك ذهب الفريق يوم الأمس من مسؤولي مركز الملك سلمان ومن المتطوعين بشكل عام للإشراف مباشرة على توزيعها في المناطق المختلفة. بالتالي وحصلنا على تأكيدات بأن المساعدات التي وصلت يوم الأمس تم توزيعها، وهذه المساعدات التي ستصل يوم الأمس هي بطبيعة الحال مساعدات عاجلة للمتضررين، فبالتالي سيتم توزيعها بشكل مباشر وعاجل لكافة المحتاجين لها في مختلف المناطق هناك. من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مراسل الحدث الزميل عبد المحسن الحربي، أشكرك على كل هذه التفاصيل والمعلومات.